الفنان الجميل سيد زيان ولد سنة 1943 في حي الزيتون، والتحق بمعهد الطيران وعمل مهندسا بالقوات الجوية في القوات المسلحة المصرية، وفي بداية الستينات استقال من القوات المسلحة وعمل بالفن مجموعة من الأدوار الصغيرة في المسرح العسكري، ثم مع المخرج عبد الغني ناصر، ثم مع المخرج نور الدمرداش، ثم رآه الفنان فؤاد المهندس عمل معه في فرقة الفنانين المتحدين في مسرحية سيدة الجميلة. كانت نقطة انطلاق سيدة الجميلة كله عرفه، ولكن رفض ان هو يلتحق بأي فرقة تانية وعمل مع الفنانين المتحدين. انطلق من المسرح إلى السينما وعمل مجموعة من الأدوار الهامة، عمل البواب وعمل وكالة البلح وعمل أفلام في غاية الرابع، القص في الواد في المال والبنون مسلسلات، وعمل كاسيت لدرجة كاسيت في مسرحية من المسرحيات محسن جابر وزع منها 1,200,000 شريط، وجاله عروض انه يغني في الملاهي ب 6,000 جنيه في الليلة، وقال لا لا لا، انا راجل مؤدي ولست مغنيا، وفضل ان هو يمثل. سنة 85 قدم محمد هنيدي في احدى المسرحيات كوجه جديد له الفضل على احمد هنيدي، على محمد هنيدي واحمد ادم. 2003 اصيب بجلطة في المخ اقعدته 13 سنة. بعد 9 سنوات الحقيقة تلقى علاج في السعودية، لهم منا كل التحية، في مستشفى الملك عبد العزيز. وبعد 9 سنوات استطاع ان هو يسير على قدميه، وكان مقضي وقته ما بين قراءة القرآن والصلاة ومشاهدة التلفزيون. حصل بعد وفاته في 2016 صراع ما بين الولاد، كان عنده 7 ولاد، الولد توفى بجرعة وهو عنده 29 سنة، أيمن توفى بجرعة زائدة من المخدرات، وفضل محمد وخمس شقيقات. محمد استولى على الميراث الحقيقة، لكن وكان ميراث ما شاء الله ما شاء الله، عنده شقتين، عنده عمارتين في شارع البحر الأعظم، وديعة 100,000 دولار، وعنده عربية مرسيدس 16 فدان في الإسماعيلية، وعنده مزرعة وفيلا في العمرية. كل ده جعل الولد الكبير يستولي عليها في وجود سيد زيان في 2005 بداية شلله، لكن البنات رفعوا قضية حجر على سيد زيان عشان يمنعوه من التصرف. أخوهم توفى في 2021 بعد أن رفضت المحكمة طلبهم، ورحم الله المبدع سيد زيان. سلام عليكم.